أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه القراءة المستفيضة لخلفيات وأبعاد قرار الفيدرالي الأمريكي الذي أبقى على سعر الفائدة على ما هو عليه. ربما كان قرار متوقع لكنه يرخي بظلاله على الأسواق بصفة عامة. إذن لماذا الإبقاء وكيف كانت توقعات معدلات الفائدة في الفيدرالي الأمريكي؟ بعد 7 سنوات من الانتظار كان الفيدرالي في ديسمبر من العام 2015 كان رفع سعر الفائدة إلى 50 نقطة أساس، وهذه هي النسبة التي أبقى عليها في الأمس. يعني متوقع، وهنالك من يقول بأنه ربما سيكون هنالك رفع آخر لمرتين في هذه السنة من 75 نقطة أساس إلى 100 أساس في ديسمبر، ولكن على المدى الطويل سترتفع سعر الفائدة إلى 3%. هذه هي التوقعات. احتماليات رفع الفائدة الأمريكية بالأمس كانت الاحتماليات عالية جدا تصل إلى 20% في يوليو، ولكن عند اتخاذ القرار بالأمس نزلت هذه النسبة إلى 10%. من المحللين يرون بأنه سيكون هنالك رفع للفائدة في يوليو، 26 منهم يرون بأنه سيكون هنالك رفع في سبتمبر، 27% في نوفمبر، 48% من المحللين يرون بأنه ربما سيكون هنالك رفع لمرة واحدة يعني يتيمة في هذه السنة في ديسمبر من العام الحالي، وإلا 50% من المحللين يرون بأنه سيكون رفع الفائدة في فبراير من العام 2017. لماذا أحجم الفيدرالي بالأمس عن رفع الفائدة؟ لماذا يتخوف الفيدرالي بشكل أساسي من تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي، وهو يعني خفف من توقعاته لنسب النمو في الاقتصاد الأمريكي؟ أيضا تباطؤ سوق العمل، وكنا قد رأينا بيانات وظائف ضعيفة للغاية، ومخاوف أن لا يحقق التضخم هدفه. التضخم الحالي في الولايات المتحدة الأمريكية عند حدود 1.1%، والمستهدف طبعا هو 2%، وإنفاق الأسر والاستثمارات للشركات، والذي يعطي يعني مؤشر بأن الاقتصاد الأمريكي يتحرك، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهذه هي النقطة الأساس التي قالت جانيت يلين بأنها دعمت قرار الفيدرالي الأمريكي بإبقاء سعر الفائدة على ما هو عليه. الوظائف الأمريكية، هذه هي البيانات التي يعني عجلت بالقرار وجعلته يكون بهذا الشكل، لأنه في يناير من هذه السنة كنا قد شهدنا بيانات وظائف ب 168,000، ارتفع هذا الأمر ليسجل أعلى نسبة في 2016 عند 233,000 في فبراير، لكن سرعان ما بدأ الانخفاض ليسجل 186,000 في مارس، ومن ثم 123,000، وكان متوقع في مايو أن نعود إلى هذه النسب عند 168,000، ولكنه كان تفاجأنا بأنه كان هنالك يعني بيانات مخيبة للأمال عند 38,000 وظيفة. وهذا ما يطرح سؤالين أساسيين، وهو هل أنه طبعا وصل الاقتصاد لمرحلة التوظيف الكامل، وبالتالي إذا كان كذلك لماذا هذا الأمر لا ينعكس على التضخم؟ السؤال الثاني هو هل أن هذا الأمر يعكس ضعف في الشركات الأمريكية، وبالتالي هذه الشركات تخفف من الاستثمارات وتطرد الموظفين، تتخلى عن موظفيها؟ بالنسبة لتوقعات الفيدرالي للنمو في الاقتصاد الأمريكي، وهذا أيضا من المؤشرات السلبية التي كانت في الاجتماع في الأمس، يعني القراءة السابقة في مارس للفيدرالي الأمريكي كانت بحدود 2.2%، خفض توقعاته لنسبة النمو بالأمس إلى 2% في 2016 وإلى 2% في 2017، وأبقاها على ما هي عليه في 2018، وهذا ما يعطي لمحة بأنه سيكون هنالك ضبابية، لا مؤشرات إيجابية واضحة ومؤكدة لنمو الاقتصاد الأمريكي. بالنسبة لمعدلات البطالة أيضا هي من المؤشرات السلبية في قرارات في قرار وفي اجتماع الفيدرالي بالأمس في 2016، القراءة السابقة كانت 4.7 وبقيت على ما هي عليه في 2017 4.6، ولكن الملفت بأنه رفع من توقعاته لمعدلات البطالة إلى 4.6 في 2018، وهذا ما يعني بأنه سوق العمل والبطالة ستكون يعني شديدة وضاغطة على الاقتصاد الأمريكي في الفترة المقبلة. بالنسبة لمعدلات الإنفاق الاستهلاكي، ولربما هذه كانت النقطة الإيجابية الوحيدة في مؤشرات في المؤشر الذي أعطى اجتماع الفيدرالي بالأمس، والذي طبعا يستند على بيانات التجزئة التي صدرت، بيانات التجزئة الأمريكية التي صدرت منذ يومين، والتي كانت إيجابية وجيدة وتعطي بارقة أمل بأن الاقتصاد الأمريكي في طور التعافي. فإذا بال 2016 القراءة السابقة كانت عند 1.2%، الفيدرالي رفع هذه القراءة بالأمس إلى 1.4% لهذه السنة، وإلى 1.9% السنة المقبلة، وإلى 2% في العام 2018، وهذا ما يعطي مؤشر إيجابي. بالنسبة لستاندرد أند بوز، هذه من المؤشرات الخفية التي يراقبها الفيدرالي الأمريكي، يعني هو لا يكتفي ببيانات الوظائف، بيانات التجزئة وغيرها، يراقب ستاندرد أند بوز ليرى تحديدا إذا كان هنالك نمو بحجم الثروات إن كان من الأفراد أو من الشركات. نرى بأن ستاندرد أند بوز كان قد أعطى أسوأ أداء له في فبراير من هذه السنة، ولكنه بالمجمل منذ يناير حتى الآن كان قد يعني عمل نمو بنسبة 1.3%
الثانيه، ولربما هذا كان ايضا مؤشر ايجابي بالنسبه لاداء ستاندرد اند بولز. اذا مشاهدينا كانت هذه قراءه تفصيليه لابعاد وخلفيات ابقاء الفيدرالي الامريكي سعر الفائده على ما هو عليه.